واحد من أكبر الأندية في العالم العربي وفي آسيا وعلى مستوى العالم، مشارك في في كأس العالم. قناة الهلال، أنا أدعوكم، أدعو جمهور الهلال الآن برعاية موسم الرياض، اللي هي القناة برعاية موسم الرياض راح تكون فيها برامج حصرية، مقابلات حصرية مع اللعيبة، كواليس غرفة الملابس، كواليس التدريبات بتقارير يومية، أيضا بيكون فيها مباريات ودية معينة وفيها أشياء مختلفة، برامج راح تكون برعاية موسم الرياض مع أفضل النجوم على مستوى العالم، مفاجآت مع أخوي فهد إن شاء الله. هذه القناة غير أنها بتوصل منبر الهلال أو نادي الهلال من اليابان إلى أمريكا، دازان في أكثر من 200 دولة حول العالم. غير هذه راح تسبب دخل كبير للهلال من دازان، سواء بالتعاقد المباشر أو سواء بالدعايات اللي موجودة في القناة. الشيء الثاني، دازان الآن يبغون يتفاوضون مع الهلال، أقنعوا فهد، فهد ما شاء الله فنيلته مليانة، يبغون يصيرون من الرعاة إن شاء الله. يعني فهد واحد من أنجح رؤساء الأندية على مستوى المملكة، على مستوى العالم، إنجازاته تحكي له. اليوم نقلة نوعية لجمهور الهلال، وطبعا موسم الرياض دائما يبحث عن النجاح، عشان كذا اختار شريك استراتيجي في قناة رياضية كنادي الهلال. هذه شراكة يعتز فيها موسم الرياض إن شاء الله. أعتقد دازون وقع مع كثير من الأندية، وقاعد يتفاوض الآن مع كثير من الأندية. يعني إحنا قاعدين الآن، كويس ذكرتني، أنا الكرة الآن في ملعب فهد بن نافل ومحمد الشلهوب لإيجاد الوقت المناسب. إحنا وصلنا لهم مع روما صار عندهم تغيير إداري. أعتقد أنه الآن مسؤولية فهد أنه يجد إحنا من ناحيتنا جاهزين إلى 1 مارس ماكسيموم، لأن عشان شهر رمضان، ما قبل ذلك الكرة في ملعب فهد ومحمد الشلهوب لاختيار الموعد المناسب لمباراة روما اللي راح تكون على دازون. وإحنا نبغى شراكات مع أندية أخرى، قاعدين نتفاوض مع نادي النصر في إقامة مباراة بين نادي النصر وفريق عالمي، بس الكرة الآن في ملعب نادي النصر، هم اللي يحتاجوا يرجعوا لنا بإجابات. عندنا سلوت في شهر فبراير قاعدين نتفاوض معاهم. لكن بالنسبة للقنوات اللي تفاوض معانا دازان ونادي الهلال، وإحنا ندور الشراكات أيضا الناجحة، وشفناها شراكة ناجحة فرحنا معها. الآن بوجود النجوم في الدوري السعودي اللي أنت شايفهم الآن، لما تتكلم عن 200 دولة، أنا يعني لو فقط أستهدف السعوديين والعرب المغتربين، يعني هذه شريحة جدا كبيرة، فيه مئات الآلاف من السعوديين والعرب خارج المملكة العربية السعودية وخارج الشرق الأوسط يحتاجون يعرفوا أخبار الهلال. إحنا عندنا التجربة هذه ما تطورت بالشكل الكبير، إنه قنوات أندية تكون عندها مقابلات حصرية زي ما قلت الفهد، تكون عندها تغطية خاصة للتمارين، تكون عندها تغطية خاصة على التشكيلة، عن الأحداث، يصير لها برامج خاصة فيها بنجومها. هذه التجربة لم نخذها بالشكل الكامل حتى الآن، مثل أندية زي مانشستر وليفربول وسيتي ويوفي وبرشلونة، هذه كلهم عندهم أندية وسباقين في هذا الموضوع. الآن فرصة الهلال مع ذراع قوي، بلاتفورم قوي على مستوى العالم زي دازون، وإحنا شراكتنا مع دازون لا تقتصر على هذا الموضوع. الآن عندنا الملاكمة معه، عندنا التنس معه، عندنا أحداث كثيرة، أي كونتنت، لأنه الرجل قاعد يسهل لنا، محب للمملكة العربية السعودية، محب للشرق الأوسط، يبغى يستثمر، يبغى يوظف شباب من بلدنا، يبغى يفتح مكتب في, 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 في بلدنا، وقاعد يساهم. الآن أخذ الدوري السعودي للنساء، قاعد يتفاوض على أشياء في الدوري السعودي والكأس السعودي، قاعد يعني الرجال محب للكونتنت حقنا، فإحنا اللي محب لنا إحنا محبين له. هو الآن في نفس الوقت كسب براند، أعتقد جمهور الهلال حيثبت له، أنا وأعتقد جمهور الهلال ما راح يفشلني، أنا قلت له بتشوف عدد مشتركين قد تتفاجأ أنه يوصل 2 مليون مشترك في فترة وجيزة من جمهور الهلال في قناة نادي الهلال، حيكون الأفضل وبالتشاور بين موسم الرياض ورئيس النادي. اشتغلوا معانا في بطولة العالم للجيمينج وكانت نجاح، ونجاح مبهر،
وحيستمروا يشتغلوا معانا. هذا باب ايضا مختلف قاعدين حتى نتفاوض معه حتى في 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 اشياء واحداث اخرى راح ترى النور قريبا ان شاء الله. 98128 رقم اعتقد لن ينكسر في ويمبلي مره اخرى بسهوله. شفتوا الحدث ابهر العالم، كان حديث العالم، اثبت قوه العلاقه السعوديه البريطانيه. كنت فخور وسعيد بسماع نشيد وطني أمام 98,000 متفرج، فخور وسعيد أنه ليؤديه فنان سعودي مرموق مثل راشد الماجد. كرت لا يمكن أن يتكرر، زي عادة موسم الرياض وزي عادة المملكة العربية السعودية بالدعم اللامحدود من مولاي الله يحفظه وسمو سيدي قائدنا الملهم عراب الرؤية. والآن نحن في, في, في احتفالات اليوم الوطني. ثمانية وتسعين ألف في كرت لا يستطيع أن يعمل إلا موسم الرياض، مثل ما عمل موسم الرياض اللي في الأسفير في فيغاس في اليو اف سي، مثل اللي راح يعمله إن شاء الله في افتتاح 12 أكتوبر، مثل اللي راح يعمله في الريماتش لتايسون وأوزك. أعتقد غيرنا عالم الملاكمة للأبد. إحنا بدينا نشتغل من أكثر من شهر على موسم 25. فهذه العوائد فاحنا يعني وعندنا خطة مطلوبة مننا إلى 2030 حنعمل إيش. فيعني رجال المملكة العربية السعودية رجال سلمان بن عبد العزيز ومحمد بن سلمان دائما في عمل دائم. وفي اليوم الوطني ماذا تقول للشعب السعودي؟ أنت شفت فرحة الشعب السعودي، الحمد لله، يعني كان من أنجح الأيام الوطنية. أنا على المستوى الشخصي، إذا بتكلمني على المستوى الشخصي، أنا يعني أشوف أن يومنا الوطني من 300 سنة، من أكثر من 300 سنة. أنا من الأشخاص الذي أؤمن أن الدولة السعودية دولة سعودية واحدة، لم تكن أولى أو ثانية أو ثالثة. نحن لم نسقط يوم من الأيام، لكن يعني نكون هدينا فترات وعدنا من جديد. هم نفسهم حكامنا العظام، هم نفسهم شعبنا العظيم. يعني إحنا دولة ضاربة في عمق التاريخ، و يعني مهد كبير للحضارات وأقدس بلاد على وجه الأرض. الحمد لله. شكرا. انتظرونا، المهم انتظرونا يوم 8 أكتوبر في واحدة من أكبر إعلانات هيئة الترفيه وموسم الرياض يعني على مدى التاريخ.